حنا كنتواجدوا الان في شاطئ عين السبع. هذا الشاطئ هذا الذي يرتده حوالي من 2 مليون ديال السكان ديال الدار البيضاء. وهانتوما كتشوفوا هذه الجريمه اللي ارتكبت الدوله في شخص وزاره التجهيز على اساس انه هرفات على البحر وعوض ما تبني فنادق وتبني محلات ترفيهيه ودير اسبلاناد لعباد الله فين يتمشاو ودير منتزهات، ها هما كلاو من البحر باش يديروا فيه اش؟ يديروا فيه طريق ديال الكاميوات. والخطير في الامر هو انه حنا كبيضاوه خسرنا 140 مليار على محاربه تلوث الساحل الشرقي. وعلاش درنا هذا المشروع؟ درناه اساسا باش المنطقه الشرقيه ديال الدار البيضاء تستافد مثلها مثل المنطقه ديال عين الدياب. لكن للاسف الشديد هذا الاستثمار اللي درنا ديال المليار 140 مليار سنتيم مشى هباء منثورا، لان شدات وزاره التجهيز باش تخرج الكاميوات من المرسق عوض ما يلقاو حل في الباب 4، جاو وداروا لنا هذا الطريق هذا على البحر اللي ما كاين حتى في شي دوله، ميم يعني الدول المغله في التخلف والطاعنه في التكلس ما كديرش بحال هذه المشاريع. واللي طلع لنا هذا المشروع ب 8 مليار ديال السنتيم في الوقت اللي الدول اللي عندها سواحل كتقاتل وكتنافس وكدير مباريات دوليه لاختيار انجع التصاميم العمرانيه اللي بور اوبتيميزي البحر باش يكونوا فيه قلنا بناء الاوتيلات والمحلات الترفيهيه والمطاعم وقاعات المؤتمرات الى اخره. حنا جينا درناه مقبره ديال البيضاوه ودرنا فيه الكاميوات. اش قالوا حق المبرر؟ لا، حق الباب 4 يعرفوا اختناق واكتضاد ديال حركه السير بسبب خروج 2200 شاحنه. ولكن دابا المشكل شنو دارت وزاره التجهيز؟ دارت افظع، لان 2200 شاحنه غادي تعود دوز من هذه البلاصه وغادي تعود تخرج لنا في الطريق ديال شارع ميموزا مع طريق زناته اللي غادي تحول هذه المنطقه ديال عين السبع الى واحد يعني واحد البؤره سوداء ديال حركه السير. وغادي نقولوا على التخطيط الحضري السلام. هذه الجريمه اللي ارتكبت في حق عين السبع، ارتكبت في حق سكان الدار البيضاء الشرقيه، وارتكبت في حق الدار البيضاء، كتبين بانه المغرب من دار هيئه الانصاف والمصالحه اللي طي سنوات الرصاص السياسي، كتبين بانه فعلا خاصنا نديروا مع هذا المشروع الجريمه اللي دارت وزاره التجهيز ودارته الولايه ديال الدار البيضاء والبلديه ديال الدار البيضاء، خاصنا نديروا واحد هيئه الانصاف والمصالحه اللي طي سنوات الرصاص الجماعي. لان هذا المشروع تيبين بان المدينه ديال الدار البيضاء ماشي ملك ديال السكان ديالها، بل ملك ديال اللوبيات وملك ديال الناس اللي ما عندهم كبده على البلاد، وتيبدلوا في الفلوس. لا يعقل باش ندير لنا 8 مليار باش نخسر البحر ندوز بالكاميوات، لا يعقل انني انا نستثمر 140 مليار سنتيم لمحاربه تلوث الساحل الشرقي. علاش درت هذا المشروع؟ درته باش الناس يجيو يستافدوا من البحر. ولكن هذا الاستثمار اللي درنا دابا الان فين غادي هذه الاوتيلات؟ فين غادي هذه المشاريع الفندقيه؟ فين غادي هذه القهاوي؟ فين غادي هذه الاسبلاناد؟ كاين الكاميوات دابا الان. اذا 140 مليار مشات هباء المنثوره، ونزيد على 8 مليار هي 148 مليار اللي مشات هباء المنثوره. هاد المجرمين ديال الحكومه وهاد المجرمين ديال المنتخبين اللي رخصوا هذا المشروع نساو بان الدار البيضاء مدينه بحريه. كيفاش كتعرف مدينه بحريه وكتجي كتقطعها؟ حيانا الله تسمعنا بان البحر كيتذبح، ها هما ذبحوا البحر. واش عباد الله البلدان اللي عندهم الساحل كيفاش كيتقاتلوا باش يرجعوا قطب جذب للسياحه ولخلق الثروه، وحنا عندنا الساحل كنرجعوه مقبره ديال الدار البيضاء. عندنا دبي شوفوا كيفاش رجعت، عندنا جزيره ديال مانهاتن كيفاش رجعت للولايات المتحده الامريكيه، عندنا الكوستا ديال سول في اسبانيا كيفاش رجعت اسبانيا، عندنا لابرومونات دي زونغلي في نيس كيفاش رجعتها فرنسا، وحنا عندنا شاطئ ديال الدار البيضاء وكنرجعوه طريق ديال الكاميوات. اللهم ان هذا منكر. علاش؟ باش نرضي صحاب اللوبيات ونرضي صحاب المصالح اللي عندهم لي بورسيت في وسط المنطقه ديال عين السبع وديال البرنوصي، في الوقت اللي كان يفترض يداروا حلول اخرى، ماشي نجيو ناخذوا البحر وناكلوه لفائده ارضاء هؤلاء الناس. هاد الجريمه دابا اللي دارت من طرف الوزاره ديال التجهيز ومن طرف بلديه الدار البيضاء والوكاله الحضريه ديال الدار البيضاء والولايه ديال الدار البيضاء كاين فيها جوج الحلول باش يمكن لنا نرضيو هاد الحنق وهاد الاحتجاج ديال السكان ديال عين السبع والبرنوصي والشوار وسيدي مومن. وحده من جوج، يا يعني اما نجيبوا هاد الوزير وهاد المنتخبين وهاد المهندسين اللي صيبوا هاد المشروع ويدفنوا هنا كيف ما دفن المولاي اسماعيل اي واحد كان كيرتكب شي جريمه كيدفنوا مع السيمه وسط البوطوات، واما هاد المشروع اللي دار هاد الجريمه اللي دارت تغطى وترجع اونطون كوتريمي ولا اونطون كوتينان والفوق دار اسبلاناد ودار جرادي ودار قهاوي. هذا هو العزاء الوحيد اللي ممكن يعني يخفف العبء ويخفف الجريمه البيئيه اللي ارتكبت في حق ساحل الشرقي ديال الدار البيضاء.